تحدث عنه كان في مؤتمر هذا العام وكان في مؤتمر العام السابق. ايه الاختلاف؟ هل شايف انه في المشهد في شيء مختلف بالنسبة لصورة احمد عز؟ بالتأكيد المرة دي هو بيحاول يبعد شوي، او في ربما يكون نصح انه يهدى شوي او يبتعد بعد ما تعرض له، يعني لان مجموعة حملات صحفية وراء بعضها نجحت في انها تحقق اغتيال شخصية، وهو غزاها لانه طريقة اداؤه هو مقتنع بذاته لكن ما عرفش يقنعنا. يعني هو مقتنع هو ومن حوله انه هو كويس، 20-50 ألف مقتنعين انه هو راجل كويس جدا، لكن في عموم الشارع هو لم يستطع ان يصل الى اذهان الناس وفكرهم ووجدانهم. بالعكس لما اتكلم بعد اكتر، والناس بقت عندها حالة نفور او ضيق منه اكتر، فبالتالي صوته بقى اوطى، واعتقد ان دي كانت ميزة. هل حضرتك قلت انه ابتعد قليلا عن المشهد، الابتعاد ده ابتعاد في تقديرك ابتعاد شخصي نفسي ام ابتعاد سياسي له دلالة تعتقد انه قربه من السلطة قل نفوذه في تضاؤل، ام لا المسألة شخصية انا تهاجمت كتير فابتعد تقديرك؟ لا هو لا يملك طبعا ان يقول انا تهاجمت كتير ابتعد، لانه هو كان بيحب الهجوم وكان بيحب يقتحم، يعني لان انا بقول لحضرتك هو راجل مقتنع بذاته ومن حوله مقتنعين بي. لكن هو لما اطلع على الناس ما اقنعهمش، فما يملكش ان هو يقول انا ابتعد، لانه هو كائن او شخص او قياده، اذا افترض بقى ان هو خد لقب قياده غصب عننا هو خدها خلاص، يعني يعني من مين انا ماليش دعوه يعني، لكن هو اصبح قياده، هو قياده ما يعني مش جاي بمزاجه عبر نخبه او عبر شارع، وبالتالي لا يستطيع ان يبتعد بمزاجه، هو بيبتعد اكيد بتعليمات او بنصائح، يعني مش عايز اقول تعليمات نقول بنصائح، يعني انا ارجوك خفض صوتك شويه وخليك في الفلوس. استاذ ديار رشوان الى اي مدى متفق مع كلام اللي قاله استاذ نصر الافواس؟ انا طبعا في البدايه بحب اكد على اللي انت قلتيه في المدخل، يعني احنا لا جايين نمدح ولا جايين نقدح، ونحتفظ بمشاعرنا اللي هي زي مشاعر كل الساده المشاهدين، مش هنقولها النهارده وننتقل للتحليل. لذا لازم التنويه. الحقيقه المهندس احمد عز او غير المشهد ككل، مشهد الحزب، احنا شفنا منصه قدامنا على الشاشه كان عليها خمس اشخاص قاعدين. الخمس اشخاص كانوا هم الخمسه الاوائل في الحزب بعد السيد رئيس الجمهوريه طبعا. عندنا السيد الامين العام استاذ صفوت الشريف، السيد الامين العام مساعد بالترتيب قرار جمهوري قرار اسف رئيس الحزب، الدكتور زكريا عزمي، الدكتور مفيد شهاب، الدكتور علي الدين هلال، السيد جمال مبارك، والسيد المهندس احمد عز. دول اعلى قياده في الحزب اللي كانوا قاعدين على المنصه السته. نتكلم على سته بيقودوا الحزب وفقا لائحه الحزب، هم دول قياده الحزب. في الكلمه الافتتاحيه اللي كانت النهارده بالظبط. الحقيقه المشهد اللي لفت نظري بضيف او باكد على كلام اخي العزيز استاذ نصر، انه المهندس احمد عز القفله اللي قفل بيها كلمته اللي هي عجبي، وكان يبدو انه هو ذكر مباشر او غير مباشر لجماعه الاخوان اللي ما بيتكلم عن مرشد، احنا ما عندناش مرشد يعني يقولي التلميح او التصريح كان واضح تماما. بس هو الحقيقه بعد كده عمم المساله كلها وقال انه هم فاكريننا ان احنا مش على صله بالشارع، وهم اللي اعتقدت في كلمه هم دي المعارضه بكل اطيافها. بالزبط بقى بالزبط. يعني لا الاولى الاخوان وبعدين المعارضه، يعني بمعنى اخر هو بيشتبك وبيسعى للاشتباك، ربما يكون الاشتباك الاخير انا ما اعرفش، لكنه كيف تفترض ده؟ ربما لانه من الواضح طبعا انه في تغير ما في اداء المهندس احمد عز داخل الحزب، والتغير ده الحقيقه ما بداش في المؤتمر، بدا عندك هنا في البرنامج وبدا في حوارات صحفيه السيد احمد عز ده في الحمله الاعلاميه. انا الحقيقه بقول كل هذه الحمله الاعلاميه اللي عملها المهندس احمد عز انا لا ارى فيها كمحلل سياسي الا قضيتين فقط، نقطتين هو ركز عليهم عندك وركز عليهم في كل الحوارات اللي اجراها. الاولى انه لا يطمح لاداء اي دور اعلى من وظيفه امين التنظيم. انا لا اعلم هل هو اكتفى ولا طلب منه هذا؟ ده سؤال، لانه عاده السياسي لا يتوقف وخاصه عند امين تنظيم. النقطه الثانيه نفي صلته الشخصيه بالسيد جمال مبارك، ده كمان كان واضح جدا في الحلقه في الحلقه اولا وفي كل احاديثه، ما نشر منها وما لم ينشر كاملا، ومن يعني مش هيفضل من اجل الحوارات يعرفوا انا اقصد ايه. وبالتالي دول نقطتين لهم علاقه باداء المهندس احمد عز،
واليوم علاقة بدوره داخل الحزب الوطني. هل يا ترى رجل أعمال كبير زي المهندس أحمد عز هيضيع وقته وماله، لأنه راجل بيصرف كتير على الحزب بالمناسبة، داخل الحزب الوطني وهو غاية طموحه أن يتوقف عند أمين تنظيم؟ أنا لا أظن أنه ده أمر يحقق مصالحه، وبالتالي هو له مصلحة شخصية أن يتوارى الآن. طب هل أخذت الكلمة اللي قالها دكتور زكريا عزمي، فكرة أنه التمويل ده من أموال الحزب، الكلمة اللي تكررت في الفترة الماضية، هل شايفها نوع من الإسقاط على المهندس أحمد عز شخصيا، ولا لا هي كلمة عامة؟ أنا حقيقة ما أقدرش أعرف نوايا الدكتور زكريا عزمي بدقة، لكن في محاولة في كلمة الدكتور زكريا لإعطائنا الانطباع من الحزب حزب بجد. انا كده بلغي حزب أفراد. انا كده بلغي الكلام اللي قلته في الاول كده شكل منطقي، لا خد بالك من كده شكل منطقي، انا بحاول اوقف نفسي. انه حزب بجد بمعنى انه حزب ممول من جماهير. طبعا انا عارف وكل درسين حزب وطني وعن قرب منه عارفين كويس انه في دلوقتي فعلا اشتراكات بتدفع، وفي ضغوط انه ما ينفعش الاشتراك في مستويات معينه بيخرج. لكن المهندس الدكتور زكريا والمهندس احمد وكلنا يعلم ان احنا بنتكلم على جزء من جهاز الدوله، مش بنتكلم على حزب حقيقي اعضائه يستطيعوا ويرغبوا ان يضحوا من اجله. الحزب الوطني ليس من الاحزاب التي يضحى من اجلها، ولكن من الاحزاب التي يستفاد منها. وبالتالي قد يكون ده ضرب تحت الحزام. خلينا نقول مش نوع من تخفيف الحديث، بس خلينا نقول انه ما فيش حزب في مصر دلوقتي حد مستعد يضحي بنفسه من اجله، يعني في لا انا ما بتكلمش على جماعات، بتكلم على الاحزاب. لو عدتهم لي كده هتلاقي انه بعض الناس داخل الاحزاب المعارضه اظن انهم مستعدين لهذا، لكن مش مجال مقارنه. لكن اقول قد تكون دي ضربات تحت الحزام، قد تكون تبرئه للحزب من اموال الناس، اموال رجال اعمال. الناس بدات تشك فيهم جميعا، اللي بيحتكر واللي بيتهم بالقتل وغيره، وكلهم بالصدفه. يعني في حاله اجماع انه بشكل طوعي او بشكل جبري مهندس احمد عز يعني يختفي قليلا من واجهه الصوره ويقف في صف ابعد قليلا. هو ده ظاهر النهارده، يعني ظاهر بوضوح، وزي ما قال دكتور ضياء فعلا هو بيحاول يشتبك. يعني طب ما هي محاولة الاشتباك دي تفسيرها انه تفسيرها الحضور والقوة، لانه هو شخص استاذة منى هو واعي لما يدور حوله. من يشتبك فتحدث معه معركة بيتم المحافظة عليه حتى لا يقال ان هذه المعركة كانت سببا في اقصائه، فربما تكون دي يعني قبلة حياة. لو حدث اشتبك معه احد الان يمكن ان يحافظ عليه في الفترة القادمة، وربما يكون بيقصد ان انا رجل الواجهة او الذي استطيع ان ابادر في المقدمة واشتبك مع اولئك. طيب تم الاختلاف دلوقتي حول مسألة اذا كان نصح بذلك او هو احس بذلك او امر بذلك، فكرة الابتعاد قليلا، مفيش اي احتمال ان هو يكون كرجل اعمال بعد ما حسب لقى انه هو يمكن اعماله تضررت بشكل كبير من السياسة، ويمكن يكون في نوع من التفكير المالي والاقتصادي البحت؟ لا.